بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، نرحب بحضراتكم ونجدد لكم هذا اللقاء والتحية والاحترام في هذا الشوط التاسع لجملة أشواطنا الصباحية والشوط الخاص بالقعدان في الفترة الصباحية في ثاني أيام هذا المحلي الأول. مباشرة دعونا ننطلق في أول الأسماء وأول المنطلقين. أم غادر تعود ملكيتي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، حمد بن سالم بن فاران المري في عملية التدوير. يا السلام، المركز الثاني في هذه اللحظات ملفت في ثاني المراكز، تعود ملكية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر، أيضا سالم بن فاران المري ناخذ المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى هذا الانطلاق وإلى منتصف الكيلوين، منتصف المسافة. ملفت ومغادر، ملفت ومغادر تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، سالم بن فران المري في عملية التضمير. المركز الثالث في هذه اللحظات اللي هو خميسان لسعادة الشيخ أو شاهين لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني المضمر. مشاهدين الأعزاء، الوهيبي بن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله بن إدريس المركز الرابع في هذه اللحظات، تقدم من هذا الاسم الشمالي أو هنا لحاق لبديع لسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني محمد بن هادي البريدي. لكن أعود إلى ملفت، أعود إلى مغادر الذي بدأ يغادر، بدأ يغادر إلى بحور الأصالة وإلى مستقبل النواميس وإلى مهبط الوصول مع سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الشعار العنابي. المضمر السيد سالم بن فاران المري يقدم ملفت ومغادر، مغادر يغادر في هذه اللحظات وملفت يلفت الأنظار في هذا التقدم بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات، الركض تلقائي في هذه اللحظات. مغادر في هذه النقطة التاسعة تسجل بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني في لحظات الوصول، لحظات التتويج، لحظات احتضان خط النهاية واحتضان الناموس. من مغادر يغادر إلى الناموس، إلى الفوز، إلى التتويج. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، هذه لحظات وصول مغادر إلى خط النهاية. المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الثاني كان هناك الحنيش أو بديع لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. في المركز الثالث ملفت لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. في المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني. في المركز الخامس كان الحنيش لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني فهد بن سالم بن مسعود المري. تهانينا والناموس لمغادر، لفوز مغادر لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. في هذه اللحظات يتسجل التوقيت الأفضل مع مغادر بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات ولا أوامر من المضمر سالم بن فرال المري. شوفوا التوقيت الزمني، 2:58، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثاني كان هناك بديع لسعادة الشيخ سعود بن فهد آل ثاني المضمر مع هادي البريدي في هذه اللحظات. توقيت الزمني 3:03، 7 أجزاء من الثانية. ها هي لحظة وصول بديع إلى خط النهاية. المركز الثالث ملفت، وتوقيت ملفت 3:05، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ملفت سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وللمضمر سالم بن فاران المري.